هذا الصليب الضخم افتتح عام 2011 من قبل الرئيس الأرمني السيد سيرج ساركسيان بمناسبة مرور 1700 سنة لاعتناق أرمينيا الديانة المسيحية. وهذا الصليب الضخم مكون من 1700 صليب اللي تمثل الفترة الزمنية اللي عبرت أرمينيا وهي دولة مسيحية كأول دولة مسيحية بالعالم. مكون من 1700 صليب صغير متصل مع بعضه، وسنويا يضاف عليه صليب آخر وهو يبعد تقريبا 45 إلى 50 كيلومتر عن العاصمة الأرمينية يرفان في منطقة أباران.